السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم عند خالتي زبيده. واحد المقبله درتها وعجبتها هدى، ديما كانت كتقولها ليا بنت اختي، كتقول لي عافاك ديري لنا خالتي الوصفه ديال الدجاج المعسل. انا غنوريكم كيفاش جا، نشوف كيجي رائع رائع جدا وسهل بزاف وكيجي زوين، فنتمنى على الله جرب نتوما غتشوفوه كيفاش داير. نبداو على بركه الله. غندير عندي جوج نجالات، اليوم غنديرو العدد اللي بعدا، المهم بين دنجال جوج لوبيرجي، غادي نقطعهم طريفات صغار بلا ما تنقيهم، غتخليهم بالقشرة ديالهم، وكنقطعهم طريفات مربعات بلوتو مربعات صغارين، ما كبير ما صغير. أنا قلتلكم هاد المقبلة هادي فما سهلة وما كتطلبش بزاف ديال عندي الله بنجال ومطيشة وشوية الحار، شوية ديال الملحة، وشوية ديال الهريسة. هاديك الهريسة اختيارية، اللي بغيتوها ديروها ديروها، مبغيتوش ديرها مديروهاش. دونك هدا هو، هادو هما سميتو اللي عندي. دونك عندي ثلاثة ديال مطيشة بنجال ملح، ما فيها لا بزار لا كمون لا والو، ما فيهمش، ما فيها حتى شي حاجه، غير هكاك، وكتجي الروعه، ما كتشبعيش منها، كنقدر تاكليها بارده او ممكن تاكليها سخونه، انا كتعجبني بارده، كتجي زوينه. المهم وليداتي كيبغيوها، فكنتمنى تجربوها هاد الوصفه هادي. وكاش البوطه العافية، ديرها العافية، فوالا، وكندير الزيت، المهم الزيت، أنا كندير غير شوية، واحد معلقة كبيرة تقريبا ديال الزيت، كنخليه يسخن، نجي باش نغطيها، كندير الزيت. طريقة سهلة منا، كندير الدنجال فيه ديريكت، نقطع الثانية، حتى فغيمون كيتكال، شحال ما درتي منو غادي تاكلي، أكيد غاتاكلي، كيف قلتلكم أنا حاولوا تجربوها راها زوينة، ماشي هو فيها حتى شي حاجة غنديرو نغطيه باش كيتجي يطلق شي شويه ديال الماء عليه، فمن الاحسن باش ما يشربش الزيت بزاف، وغادي نغطيه. الدجاج طبعا يكون زوين وطريف، فهادي وقيتو وفرندان كيجينا لذيذ، الدجاج كيتكل بزاف وفيه فرنان فيه كتير الدجاج. هوبا طاحت لي فريده، معليش. دونك هاكا وغندير الملحة، هاديالي صافي الزيت، أنا قلت لكم الزيت والملح صافي هادشي لي كندير فيه، كنحاول نغطيه هاكا ونخليه شي شويه، نقص عليه العافيه ونخليه بحال غنخليه يتقلى شي شويه. دابا غادي نحك مطيشه، عندي مطيشه غادي نحك، على حسب، كانت كبيره كديرو غير وحده، كانت صغيره كديرو جوج، كنحك مطيشتي هاهو ديالي، الدجاج ديالي تقريبا شتي كيما جا، فمع داك المهم هاد اللصق ديالو باش ما يشغلنيش الزيت بزاف، دونك داك تقريبا داك المعلقه ديال الزيت اللي تبقات هو طاب ليا، طاب الدجاج. غنزيد معاه مطيشه محكوكه او طماطم محكوكه، طماطم وحده غير وحده، نزيدها معاه، هادي اختياريه بالماء، الهريسه غير شويه ديال الفلفل الحار اللي بغا،
حلاوه على مع سميتو مع هذا. غنخلطو غنخليو هذا تخلى داك المطيشة مزيان، نجي مع الفطرة غندير معاه العسل، معلقة كبيرة مع مرش، معلقة مع مرش هشمي تقريبا نص معلقة وافية، نص معلقة وافية. ما عندكش العسل كدير السكر، معلقة ديال السكر، وكتبقى تعسل هاد الدجاج. فأنا قلت لكم كيجي رائع، ما تشبعش منه، كيجي زوين. صافي، هادو هما المقادير ديالي، هاهو غيطيب، كيجي، أنا قلت لكم كيجي لذيذ، لذيذ لذيذ بزاف. كنتمنى على الله تجربوا هاد الوصفة ديالي، وبالصحة والراحة، وخليكم في داركم وشوفوا الوصفات ديال خالتي زوينة. خليكم في داركم وجربوا الوصفات ديال خالتي زوينة، راه غتعجبكم. هانتوما قلت لكم الطبق ديالي كيجي رائع رائع جدا. انا زوقته بشويه ديال القرقاع اولا عين الجمل اولا الكوز، كيجي معاه زوين. هذا ملي كيكونوا عندك شي ضياف ولا شي حاجه بريستيج كتدير معاه هاد الكبيزات هادو، كيجي وبصح كيجي معاهم زوين بزاف. هانتوما الطبق ديالي جا بصحه وراحه، فغادي يعجبكم، كنتمنى على الله جربوه غادي يعجبكم.